السلام عليكم احبابي، صباح النور، صباح الخير، صباح النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه. نهاركم مبروك، كنتمنى تكونوا في احسن الصحه والاحوال، وانتم كتصنتوا لهاد الصباحيات مع جاري جوجوشان. احبابي بونجور تو الموند. ويلا غاب كاس البلاط يبقى قلبي محتار، خايف علي صباحكم فل وياسمين احبابي، صباح الكؤوس البلار، تشربوا فيهم ان شاء الله احسن اكواب الشاي المغربي فين ما كنتوا احبابي في الاستماع في هذا الصباح هذا. كي كتعرفوا ديفا جالي جوجو شال، فما كتعرف شي معلومه جديده او كطالع على شي حاجه جديده او شي حاجه من التراث، كيعجبني نتقاسمها معكم، وما يتعم الفائده ويدعم المتعه والاستمتاع وانتم في الاستماع لصباحيات مع جوجو. صباح النور احبابي. من يدليد نهار نستنى فيه، ولا غاب كاس البلاط يبقى قلبي محتار خايف عليه، ويدور من دار لدار من يدليد نهار نستنى فيه. اليوم احبابي حبيت نتقاسم معكم معلومات شيقة على العهد العثماني وكيفاش الناس كانوا كيعيشوا في هذاك العهد، وبزاف الحوايج وبزاف العادات كانوا كي قوموا بها في هذاك الوقت هذاك، واللي هي تقدر تبان لكم شويه غريبه، ولكن في حد في نفس الوقت كانت عادات جميله جدا على حساب ملي كانت النخوه والهمه والشان، وكانوا رجال ديال بصح ماشي ديال هذا الوقت هذا. والناس ما تعنى بيه